واش نقول لكم على الماتش؟ ان شاء الله احنا رانا واجدين هذا الماتش وراح نديروا كاع اللي علينا، راح نمدوا كل شيء لهذا الماتش باسكو وصلنا المرحله وين كشغل بقى ولا كلش في يدينا احنا، رانا برومي ان شاء الله كشغل نسيو نحافظوا على لا بريمير بلاس، وان شاء الله نطلب حاجه من لي سيبورتر انهم يوقفوا معنا 90 دقيقه كامل يوقفوا معنا، ومهما كانت الظروف تاع الماتش مهما كانت النتيجه مهما يصرى في الماتش يوقفوا معنا حتى الدقيقه الاخرى، وحنا ان شاء الله نوعدهم بالفوز وان شاء الله راح نمدوا كاع الشيء اللي علينا واللي جوار كامل راهم واعيين بواش كاين، ان شاء الله برك ربي يوفقنا غدوه ان شاء الله ونفرحوهم كما فرحناهم قبل، وان شاء الله في الاخر نتمنى الصعود وان شاء الله بربي ان شاء الله في لافا حنا اللي نطلعوا عليكم. كما نقول لك المقابله غدوه ما تكونش مقابله سهله، وحنا كما يقول لك رانا دايرين الماتش في حساباتنا وان بلي ما يكونش ماتش سهل، وانا رانا موجودين واتو لا سيمان وان شاء الله يكون كيما المقابلات اللي فاتوا اللي تجوزناهم في بلادنا، وان شاء الله بفضل الجمهور ان شاء الله نطلب من الجمهور ان شاء الله يكون واقف معنا غدوه ان شاء الله 90 دقيقه، وان شاء الله 3 بوينت غدوه هنا في بسكة.